خلينا بقى النهارده نشوف كام تطبيق صغيرين بيخلوا استخدامك للواتساب مسلي وممتع اكتر بكتير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في فيديو جديد. الفيديو اللي فات اتكلمنا فيه عن شوية تحديثات عظمة جاية للواتساب وشوية حيل واسرار، او ممكن نسميها ملاحظات مثلا، موجودة في الواتساب هتفيدك جدا في استخدامك ليه. ولو ما اتفرجتش على الفيديو ده فاعرف ان فايتك كتير. عموما الرابط هيكون موجود في صندوق الوصف، بس اكمل الفيديو للاخر، والرابط مش هيطير يعني ما موجود معانا في صندوق الوصف. بس للاسف بقى انا ما اتكلمتش هناك في كل الحيل والاسرار اللي كنت عايز اتكلم فيها، او زي ما اتفقنا نسميها ملاحظات، لان للاسف الفيديو وقتها كان هيطول قوي يعني. فحسب ما انتوا هتشوفوا في الفيديو ده والفيديو اللي هناك لما تروحوا تتفرجوا عليه، لو تحبوا نقدر نكمل فيه، لو ما تحبوش نقدر ناجله وبعدين نكمل كلامنا في الحاجات اللي احنا حاضرينها التانيه. المهم بقى خلينا نتكلم زي ما قلنا في الاول عن ثلاث تطبيقات صغيره وبسيطه هتخلي استخدامك للواتساب ممتع اكتر بكتير، وده لانها بتعمل شويه تريكات كده لكنها على وضعها. هنقول على كل تطبيق والمميزات اللي موجوده جواه، بحيث المميزات اللي تعجبك تحمل التطبيق اللي موجوده فيه وتستخدمه. طبعا واجب التنويه من قبل ما تحمل اي تطبيق منهم اننا نقول ان التطبيقات دي يعني صغيره كده وبسيطه، مش عارف اقولها ازاي. المهم يعني هي تطبيقات بسيطة كده، فهتلاقي مع كل حركة تقريبا بتعملها في اعلان. فالتطبيق اللي يعجبك تقدر تستخدم فيه الحاجة اللي انت عاوزها، بحيث ان هي هتكون لمرة واحدة كل فين وفين او وقت ما تحتاجها، فبالتالي الموضوع مش هيكون رخم قوي يعني. اول تطبيق معانا هو تطبيق واتس تول. التطبيق ده فيه شوية الحاجات الأساسية يعني زيه زي أي تطبيق تاني له علاقة بالواتساب، ممكن تحمله بيعمل لك تريكات يعني. في حاجة تانية بقى لذيذة زي مثلا البلك. البلك دي اللي هي نقدر نقول تحديد الكل وإرسال مثلا. انت كل اللي عليك طبعا هو بيكون موجود عندك واتش ديمو اللي هو فيديو كده بيعرفك الموضوع بيمشي ازاي. المهم يعني انت بتدخل عليه وبتدوس ستارت ناو، بعد كده بيقول لك سيلكت كونتاكت او سيلكت جروب. سيلكت كونتاكت دي اللي بتختار اسم واحد معين مثلا، سيلكت جروب دي لما بتدوس عليها بيفتح لك انك تختار او تعمل جروب جديد. لما بتعمل جروب جديد بتختار اسامي او جهات اتصال من بين اللي موجود عندك تضيفها، بحيث انك ممكن تضيف 5 10، مش شرط يعني تبعت لكل جهات الاتصال اللي عندك. المهم بعد ما بتضيف جهات اتصال بتقدر انك تدخل هنا وتضيف مثلا رساله نصيه، او تدوس على علامه المشبك دي بحيث انك تضيف مثلا صوره او فيديو او ملف مثلا PDF، او تضيف مثلا ملف صوتي. وبعد ما بتخلص كل ده، كل اللي عليك لو انت محمل او عايز تبعته من خلال الواتساب العادي بتعلم عليه او الواتساب بيزنس بتعلم عليه، وبعدين بتدوس نيكست فيبعت لك الرسائل دي على كل شات لوحده، بحيث انه لو اتفرجت هناك هيكون في ميزه شبهه كده موجوده في الحيل والاسرار الواتساب، الا انه هنا الموضوع مختلف انه هيبعت لك كل شات فردي. يعني لما حد يرد عليك هيبقى الشات اللي بينك وبينه هو شات فرد الفرد، مش مجموعه مثلا او حاجه زي كده. الميزه اللي بعد كده في التطبيق ده هي الواتس ويب. الواتس ويب ده باختصار انت بتدوس عليه بيحمل شويه وبعدين بيجيب لك كده كيو ار كود، لما بتعمل له سكان بتقدر تفتح الواتساب من خلال الموبايل اللي معاك ده والموبايل التاني، يعني اكتر من جهاز، من خلال التركه اللي انت بيها اصلا بتفتح من خلال موبايل مع كمبيوتر مع بعض، اللي هو بتعمل سكان لكيو ار كود بدون اي مشكله. ثالث ميزه في التطبيق ده واللي انا شايفها ميزه على وضعها جدا، وهي ميزه بحث الحساب او البروفايل سيرش. ودي باختصار لو انت مثلا معاك اكتر من رقم لشخص ما وعايز تبعت له على الواتساب بس مش عارف انهي رقم فيهم اللي هو عامل له حساب واتساب اصلا، فتقدر ببساطه انك تدخل على يعني على الاختيار ده او الاوبشن ده، وبعد ما بتدخل عليه بتضيف الرقم اللي انت يعني عايز تتاكد هو معمول له حساب ولا لا. فالتطبيق بقى بيعمل بحث عن الرقم ده، لو الرقم ده ملوش حساب بيقول لك الرقم ده مش مسجل على واتساب، ولو ليه حساب بيفتح لك الشات اللي معاه على طول. الميزه اللي بعد كده شايفها لذيذه جدا بالنسبه للناس اللي بتنزل ستوريهات كتير مثلا، وهي انك لو مثلا عندك فيديو دقيقه ونص ولا حاجه، فانت اكيد لما بتيجي ترفعه على واتساب بيقول لك هو اخرك 30 ثانيه، فانت بقى بتعمل ايه؟ بتروح قاصص لمكان معين وبعدين بتعيد رفع الفيديو مره ثانيه وتشوف انت الفيديو اللي فات وقف فين وبعدين تكمل منه. هنا بقى الموضوع مختلف، انت هنا بتدوس على سبليت لونج فيديوز، فلما بتدخل عليها بيقول لك اختار الفيديو، فلما بتختار فيديو معين هو بيقسمه لك من نفسه، وبعدين كل اللي انت بتقول ان انت عايز تعمل شير لواتساب، فهو بيرفع لك الفيديو ده على اليوميات متقسم جاهز. الميزه اللي معانا بعد كده هي ميزه الفاني مسجز، ودي لما بتدوس عليها بيكون في جواها 4 اختيارات. اول حاجه مثلا انك تكتب رساله، وليكن مثلا يعني نكتب الاسم مثلا. بعد ما بتكتب الجمله اللي انت عاوزها بتدوس بس على ستايلش مسج، فهو بيروح حاطط لك الحروف بين دواير كده اللي هو مش محتاج مثلا تحمل لها كيبورد خاصه. ممكن كمان انك تدوس على فليبت بحيث ان هو يقلب لك الكلمه، اللي هو يعني لما تبعتها لحد لازم يقلب الواتساب علشان يشوف انت بعت ايه، او انك تعمل تكست ريبيتر اللي هو بيكرر لك الجمله بعدد مرات معين انت بتختاره، او انك تعمل سند امتي مسج اللي هو تبعت رساله فاضيه ما فيهاش نقطه ولا فيها اي حاجه، هي فاضيه بس. بس واجب التنويه برضو انه التكست ريبيتر هو اللي بيشتغل مع العربي، الاثنين اللي فوق اللي هم الستايلش مسج والفليبت مش بيشتغلوا مع العربي للاسف، اما الامتي مسج ما بيفرقش معاها لغات لانها فاضيه فما تحتاجش لغات طبيعي يعني. وكمان الردود السريعه او الكويك ريبلايز دي مش مجرد انك بتضيف رساله وتبعتها لاي شات عموما، ولكن انت لما بتدوس على علامه البلس دي بتقدر انك تضيف رساله
وتكتب رقم موبايل معين مع اسم معين، اللي هو لما الشات ده يبعت لك اي رسالة بشكل عام تتبعت له الرد اللي انت حافظه عندك على طول تلقائيا. وبالمناسبة يعني هو الاندرويد عموما او النسخة الحديثة منه، فانت ممكن تجرب تعرف عندك ولا لا، فيها ميزة برضو اللي هي ميزة الردود السريعة او الفريكوينت فريزز، ودي باختصار في اي مساحة تقدر تكتب فيها، سواء مثلا رسالة على الواتس او كومنت مثلا، او انك تكتب مثلا في مكان بحث على جوجل او حاجة زي كده، كل اللي عليك انك بتدوس بس دوسة تقيلة مكان الكتابة، بيكون في عندك فريكوينت فريزز، لما بتدوس عليها بيكون عندك علامة القلم وعلامة البلس. علامة البلس دي بتقدر تضيف فيها رسائل معينة انك تكتبها في اي مكان في اي مساحة للكتابة، علامة القلم بحيث انك تعدل على الحاجات اللي انت كتبها قبل كده، فبالتالي هي موجودة عندك سواء حملت التطبيق او لو انت نسخة الاندرويد عندك حديثة بما يكفي ان هي تكون موجودة عليه. طبعا كل اللينكات هتكون موجودة في الديسكريبشن بوكس، تقدر تحمل التطبيق اللي شفت المميزات عجبتك وموجودة فيه، بحيث تقدر تجربها مع نفسك وتشوف كمان المميزات اللي اكتر من كده اللي احنا ما اتكلمناش عنها. وفي النهاية ما تنسيش تدوس على زرار اللايك اللي عندك هنا، ويكون في عندك هنا يعني زرار اشتراك وجنبه فيه جرس ممكن تدوس عليهم علشان تتابع الجديد اول باول. شكرا للمتابعة، نلقاكم على خير.